اهلا بيكي وبكل ست بيت مستنيانا النهارده ومتابعه حلقتنا من خمس مقادير وبس على قناتنا المميزه جدا قناه ست البيت اللي جايه لكم مخصوص توري احلى وصفات واحلى اكلات لكل ست بيت مصريه قاعده بتتفرج علينا وحتى لو مش مصريه وقاعده في بلدنا منورانا ان شاء الله وفوق راسنا كمان. النهارده جيت لكم في حلقه جديده ومش محتاجه اقولها كل حلقه، هو اسم البرنامج خمس مقادير وبس، وانا على قد ما اقدر بعمل لك اكله حلوه جدا، يعني مش اكله سريعه وخلاص، اكله حلوه جدا ما تطلعش عن الخمس مقادير. جايبه لك النهارده اكله خفيفه كده ولطيفه ومش هتاخد مننا وقت طويل ودمها خفيف كده وفوائدها، بصي بقى هقعد انا وانتي نعدها الحلقه كلها مع بعض. النهارده انا جايبه لك سلطة بنوع، انا بعمل لك يعني على قد ما اقدر كل حلقة كده، او مش كل حلقة قصدي، يعني في حلقات مختلفة بحاول اغير في شكل السلطات اللي احنا متعودين عليها، خضار وخيار وجزر وطماطم بقينا سلطة، انا بحاول على قد ما اقدر نغير في نوع السلطة وشوية يبقى غني بحاجة جديدة، اللي هو حتى انت لو كلتي طبق السلطة ده يعتبر وجبة اساسية مش بس سلطة جانبية. عاملة لك النهاردة سلطة بسمك السلمون. سمك السلمون غني جدا 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 طبعا زي باقي المأكولات البحرية، بس هو غني جدا 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 بـ 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 بعناصر مضادة للأكسدة، وفي نفس الوقت هو خفيف وطعمه حلو قوي مش محتاج أي إضافات. ده المكون الأساسي بتاع السلطة. عندي شبت أخضر وعندي سباراجوس، السباراجوس موجود دلوقتي هنقعد بقى نحكي عليه، بس اقول لك باقي الخمس مقادير بتوعي بس اهمهم السباراجوس موجود دلوقتي في السوبر ماركت، ممكن تلاقيه في اي محل ممكن تلاقيه او حتى بتاع الخضار موجود وصيف وشتاء. وعندي بصل مقطعه تقطيعه عاديه عشوائيه، وعندي لسان عصفور. تعالي اول حاجه كده اسخن الميه بتاعتي علشان نسلق السباراجوس بتاعنا. انا محتاجه بس اسباراجوس، احنا مش متعودين في بيوتنا قوي يعني ان احنا نطبخه، بنشوفه يمكن في المطاعم مع اي انواع ستاك وبيتعمل ساعات سوتيه، هو هايل الاسباراجوس ده، انا بقيت يمكن احنا ما نعرفوش في مصر قوي بس هو يعني معروف من 2000 سنه، حتى اكتشفوا ان هو كمان يعني العيدان بتاعه الاسباراجوس دي مرسومه على الاثار بتاعه الفراعنه المصريين زمان، فاحنا بس اللي ما كناش نعرفه، او يمكن احنا عشان متعودين بس يعني على اكلنا او الخضار المعروف عندنا. انا بس قطعت الاسبارجس كده حوالي ثلاث تقطيع، انا مش عايزاه يعني حاجات صغيره. موطن الاسبارجس او نبات الاسبارجس الاساسي اللي هو اكتشفوه يعني من 2000 سنه كان في انجلترا وفي معظم البلاد الاوروبيه موجود، واول ناس اهتموا بزراعته هما كانوا اليونانيين. وانا راجعه بقى بكمل احط باقي عيدان الاسبارجس بتاعي، احب اقول لكم اللي انا قلته ان هما اللي اكتشفوه او اول ناس اهتموا بزراعته مش يونانيين خالص، هما رومانيين، بس بما اني انا يعني الاكله كده مشهياني فشويه لخبطتني، بس رومانيين يونانيين. انا احب اقول لكم ان هو موجود عندنا في مصر وهعمل لكم بيه سلطه النهارده، وسعره مناسب تقدروا تلاقوه يعني موجود في كل المحلات، وموجود كمان حتى عند محلات الخضار يعني بايعين الخضار مش بس في السوبر ماركت. يعني ادي كل اللي عملته ان انا بس هسلقه، هخليه ثانيه كده يتسلق، وفي نفس الوقت اسخن باقي عده الشغل بتاعتي اللي هشتغل بيها عشان ايه اخلص كده حاجتنا اوام النهارده وما تاخدش مننا وقت. انا هسخن هنا زيت بسيط كده عشان هشوح بس السلمون بتاعي، وفي نفس الوقت هشتغل على لسان العصفور. والله عايزه السلطه دي تقدميها طبق بارد، انت ممكن بعد ما تعمليه تحطيه يبرد او في الثلاجه وتطلعي منه كده كل شويه زي ما انت عايزه تاكليه، بس انا هقدمه لك سخن على اساس ان هو طبق سمك، يعني مش بس يعني فيه لسان عصفور اللي هو زي رز وفيه سمك وفيه خضار وفيه كل حاجه. ننزل لسان العصفور كده. فوائد بقى الاسبارجس، يعني زي ما هو بقول هو جديد شويه علينا او احنا مش متعودين ان احنا نطبخه في بيوتنا،
فوائده هايلة جدا. يعني انا شخصيا اكتشفت انا ما كنتش يعني مهتمة قوي بفوائده، غير ان انا طبعا بحب طعمه، بس شوية لما ابتديت اقرأ عنه كمية فيتامين ألف اللي موجود فيه وفيتامين سي، يعني كمية هايلة جدا. هترجع لي تاني في ايزي مش مشكلة، كمية هايلة جدا جدا. غير ان هو في مضادات للامراض السرطانية اعوذ بالله. وفي حاجة مهمة جدا جدا لكل ست بيت بقى قاعدة بتتفرج عليا النهاردة، اسباراجوس طلع مضاد للاكتئاب. يعني تحسي كده ان انت بقى بفرحة كده، يعني بصي بنعمل اسباراجوس وبنعمل سلطة وفي نفس الوقت مضاد للاكتئاب، فيمكن واحنا بنقول ان هو مضاد للاكتئاب تحسي كده ان انت مبسوطة من قبل حتى ما تاكليه. انا مش عايزه اكتر بس من نص غلوه للاسبارجس بتاعي. اشوح كمان لسان العصفور كده. كده تمام. هطفي على الاسبارجس بتاعي ولا ممكن نسيبه ثانيه كمان؟ مش مشكله عقبال ما نتبل السمكه بتاعنا. ادي ملح، شوية فلفل صغيرين، ده كمون كده كده انا كنت راح اجيبه يعني، وشوية فلفل صغيرين. كنت كده كده رايحاله يعني، بس هو طلع في ايدي الاول مسابق يعني مين فينا اللي هيروح الاول. لقى الفلفل جاي والكمون جاي والملح جاي كله جاي. دلوقتي اللي انا هعمله هاخد شوية شبت. حلو قوي ان انت تحطي كميه خضره مختلفه حتى لو نوع جديد بنستخدمه، يعني تحطي كميه خضره كده في الاكل، منها بتهضم ومنها فيتامين ومنها اكل مش تقيل كمان. فقد ايه انت بتفيدي نفسك وبتفيدي عيلتك بطبق بسيط جدا بتعمليه، وبتعمليه بخمس مقادير وبس. والسلمون سمك ما بياخدش سوى خالص، يعني لو نسيتيه شوية ممكن كمان يتهري يعني. كده تمام. هنزل بعد ما شوحت لسان العصفور شوية شبت أخضر كده. نوطي نار على لسان العصفور كده. وهحط شوية مية بسيطة علشان يستوي مش أكتر. هو مش شوربة يعني، أنا بحاول أعمل لسان العصفور أكنه بالظبط زي الرز يعني. هطفي على الاسبارجس بتاعنا وهبقى محضرة مية ساقعة أو تلج عشان اللون الأخضر بتاعه ما يروحش، وكمان الفيتامين اللي فيه زي ما قلنا فيتامين سي وفيتامين ألف والفيتامينز المضادة للأكسدة ومضادة لأي أمراض سرطانية، ربنا يا رب يحفظنا. وأهم حاجة إن هو مضاد للاكتئاب زي ما احنا قلنا. أنا ممكن أشيل دي خالص وابتدي أشتغل على لسان العصفور. كده تمام، كده اقرب لي وكمان عشان الوقت. انا مش محتاجة بس غير ان انا اروق مكاني كده. هنشوف بس السلم بتاعنا واحنا معديين. بص يعني حتى هي الشوكة خلاص يعني بيستوي على طول. نعلي النار بس هنا تمام كده.
ممكن نزود بس سنة ملح بسيطة قوي على لسان عصفور عشان كله يبقى واخد التوابل المظبوطة يعني. كده تمام قوي السلمون بتاعي بالتوابل كمون وملح وفلفل، ما حطيناش اكتر من كده. انا شايفه ان طعمها حلو قوي لو اتقدمت وهي سخنه كطبق حتى رئيسي مش طبق سلطه. انتي ممكن زي ما بقولك لو محتاجاها ان انتي تعمليها سلطه فتحطيها في الثلاجه وبعد كده تشغليها طول اليوم بقى ان هي حاجه ساقعه يعني، تحطيها عشاء، تحطيها وقت سناكس، تحطيها يعني زي ما انتي حابه طعمها يبين. طبعا انا مش هين عليا دلوقتي ان انا اسيبك خالص وسط الروايح الحلوه اللي انا فيها دي، بس مخرجنا الكبير بيطلب ان احنا نطلع فاصل، بس بعد الفاصل لازم هترجعي وتشوفي هنكمل سلطه سمك السالمون والاسفاجز ازاي. يلا مستنياكي بعد الفاصل، اوعي تغيري قناه ست البيت، مستنياكي.